مشيناكم ما كان ما غاديش نقولوا جديد، مي ما كان شباب بلاصه شابه، ورانا في ولايه رقم 27. هذه الولايه سي مستغانم، وحنا رانا من الوهران. جينا اليوم الى مستغانم ورانا في شاطئ مجدوب. الدخله تاع مستغانم ديريكتومون مور مستغانم، من بعد غادي نروحو مستغانم باش نوريكم شويه مستغانم. هنا مستغانم صديق سميره. بعد اللقطات من رحلتنا، وهنا بدات الرحلة تاعنا والانطلاقات تاعنا، رانا متجهين الى مستغانم. مرونا الى الشطاغات، شرينا صباحنا اللي نفطروا بهم بلا سوق، فتنا على الميناء، ومن ثم ذهبنا الى شاطئ سيدي مجدوب الموجود في مدينة مستغانم، يعني داخل ماشي على برا. فوتنا وقيتها شابة، ورواحوا شاهدوا الصور والحالة البحر كي كانت دايرة. مرحبا بكم، كملوا الفيديو، ما تنسوش الجام البارتاج والابوني اذا ما راكمش مابونين. هذا يساعدني باش نزيد نوري لكم اماكن ورحلات نتاعنا. ومرحبا بكم، علاش يجي نهار اللي تكونوا معنا في هذه الرحلة، تشوفوا حالة البحر. وهذا كنا بعد العيد مباشرة. الفترة الصباحية كانت مخصصة للشاطئ، وفطلنا تماك باسكو الحديقة يحلوها جوايه 3 تاع العشية، كنا بيوم الجمعة. كملنا الفترة المسائية في الألعاب، ألعاب التسلية، حديقة الحيوانات، كاين دي غاستورون، كاين ألعاب للكبار والصغار. باش يكون لمعلوماتكم، الدخلة للكبار 100 دينار جزائري وللصغار 50 دينار جزائري. والألعاب الداخل متنوعة، تبدأ من 100 دينار جزائري حتى 1500 دينار جزائري حسب نوع اللعبة. ورحنا كوتي تاع الحيوانات المفترسة والحيوانات الموجودة في تلك الحديقة. Thank you.
مبادرة تشجيعية دايرها صاحب هذا المركز للخيول لأطفال التوحد، يقدروا يجوا ويديروا جولة بالحصان مجاني. نشكر هذا الشخص لدى هذه المبادرة، ومن ثم كملنا طريقنا إلى موستالاند، وهنا كاين مطاعم، مقاهي وأماكن للراحة في الهواء الطلق لكل من يريد التمتع. في موستالاند كما وعدناكم، ونلتقطوا الناس سالي كيراكي الأين؟ هم طالعين فيكم ولا لا؟ طالعين شوية ولا والو؟ تاكلي هذا ياكي تاكلي، هيا مانش صحتك. هنخرجوا منا؟ كملنا الخرجة تاعنا، دروك الشعب راه يخرج على جارة يخرجوا. إلى اللقاء. كما يقول المغني بلا على روحي وما نحكيش صوالحي، وانا نحكي لكم لكي نتقاسم هذه التجربة. الى اللقاء.